فخلينا نعمل لعبة جديدة، والمرة دي انا حطيت ال يعني المفروض ان السبتايتل بقت شغالة. خلينا نشوف بقى ايه اللي هيحصل بالظبط. ايوه، لتخطي المشهد احنا نشوف بس الحته الاولانيه. الحته الاولانيه كان تقريبا اللي عايز يستمتع يحط السماعات، اللي مش عايز يستمتع بالبتاع دوت بالجو ومش عايز يترعب ولا اي حاجه من دي ما يحطش سماعات. اللعبه دي اسمها فيسج، تمام؟ عارف الاسم غريب، يا رب اكون نطقته صح اصلا، تمام؟ وهي فيها كذا قصه، احنا هنحاول نعمل قصه واحده بس، تمام؟ المحاولة الأولانية فشلت مننا، المحاولة المرة دي ضحى ربنا معاك. ضحى تنهار دلوقتي، اللي هو باي، سلام عليكم. خد بس ضحى، بص عارف انت اللي هو خدت الشنطة وجريت. ازيك يا زيزو، عامل ايه؟ أخبارك ايه؟ ضحى عارف باي. لو كان تبعي جي كنت لعبت جي تي ايه بصراحة، كنا ممكن خلصنا مهمة، بس تبعي منهار تقريبا حاجة زي كده، بياخد له جو كده بيختفي. ايه بقى بس هي الدخلة الأولانية، بس دخلة لطيفة عارف انت. واللعبة على فكرة فيها شبه، لا مش فيها شبه، هي فيها حتة كده من فازمو اللي هي بتاعت السانتي دي. ايوه، رعب متوسط، لعبة جميلة والله بالنسبة للناس اللي هي بتلعب رعب اصلا، فبالنسبة لهم ده كيوت عادي جدا. ايه اللي بيحصل؟ هو تقريبا واحد معرفش بيقتل عيلته تقريبا حاجه زي كده، لسه بنفقد دي تقريبا العيله دي، مراته تقريبا وولاده. جو جامد، الام جامد، انبوت يلا بينا بقى، يلا عشان ايه بقى نبتدي والدنيا تبقى ظريفة. انا عليت الجامة ومستعد للضحك. هيا بنا. انا كنت هنزل الفيديو التاني على اليوتيوب، وبعدين لقيت ان احنا قعدنا ساعة ونص كنا بنهزي. اوكي يلا بينا. البداية أصلا بتفكرني بي تي، لو فاكرين اللعبة بتاعت بي تي. أيوه ازيك، معرفش بس السبتايتل هتبقى شغالة ولا ايه بقى؟ ايه ده؟ السبتايتل مش شغالة. مسا دي تقريبا جارتها بتقول لها أنا بقالك مدة مش ظاهرة تقريبا حاجة زي كده. بص. Is everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? حاضر يا حاج، اكلمك باذن الله. بتقولها بقالك مده ما اشوفكي. ايه ده؟ خلاص بتقولي بقالي مده ما اشوفكيش، تمام؟ فيعني طمنيني عليك يعني وكده يعني. بس فادي الحكايه. بصوا بقى عشان بس تبقى انتوا عارفين، اللعبه دي قايمه على حاجه اسمها السانتي، اللي هي اصلا موجوده في فازمو. فلو السنه بتاعتنا قلت، اللي هيحصل ان احنا هيبدا يتهيأ لنا حاجات، تمام؟ و السنه دي بقى بتضيع مننا ايه؟ ان احنا لازم نقف في النور. هذه الغرفه دي، الغرفه اللي احنا بتاعت التقدم دي بتاعت القصص. كل قصه احنا بنخلصها المفروض ان هي بتبدا تتملي هنا. بس ده اللي انا فهمته. انا مش فاكر الولاعه كانت فين. اوكي طيب، خليني ادور على الولاعه. و
وربنا يستر. ده مقفول، ده مقفل انت بحاجه الى مفتاح الجراج. طيب جميله اللعبه. في بيلز ممكن ناخد اوكي، يستحيل القيام بهذا الاجراء في الوقت الحالي. طيب ماشي. وفي كمان ايوه شكرا على هذه المعلومه. ايوه السنه يعني. هو دلوقتي بيقول لي ان انت ما تحاولش تقف في الضلمه كتير، لو الدنيا احتاجنا يعني السنتي وقعت مننا بناخد اوكي بناخد سنتي بيلز. طيب ماشي. اللمبه تحتك ايه ايه. اهلا 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 اهلا. معاينه اصلاح ضغط متواصل، اضغط اي زر. طيب بدايه جميله. ايوه هذه اللمبة ايه، ممكن اصلا ناخد اللمبة دي. اوكي انا ممكن ناخد اللمبة دي نصلح بيها البتاعة دي زي ما عملنا اخر مرة. الحمد لله. في مفتاح اهو. ايوه دي بقى اول قصة سيؤدي هذا الغرض إلى بدء فصل جديد. لن تعود قادرين على بدء فصل آخر قبل أن تقوم بإتمام هذا الفصل. هل تريد أخذ الغرض؟ يلا بينا. أوكي. التقاط. أيوه دي القصة الأولانية، فصل دولوريس. ده اللي إحنا بقى قعدنا نهري المرة اللي فاتت. تمام وقعدنا لنا شوية حلوين. ايوه مساء الخير مساء الخير. اهلا اهلا اهلا. انا جاي لك انا جاي لك. طيب تفاعل. ابص بقى هتلاقي ان العلامه بتاعت الدماغ بتاعتنا اللي على الشمال دي بدات، هتلاقي بدات تظهر كده وعليها علامه حمراء. ماشي دي السانيتي بيلز. ماشي دي عرفنا المره اللي فاتت الهاري ده. خلاص بقى هبقى. هل في اي ولاعه هنا؟ مفيش اي ولاعه. تفحص. ماشي ممكن افتح البتاعه دي يا اسطى. يا عم بالسانتي بيلز اللي انت خدتها. اوكي طيب هل في اي حاجه هنا مثلا ولاعه طيب ولا اي حاجه؟ لا مفيش. هنا دي اوريدي احنا فتحناها اصلا. بيفتح ده؟ ايوه افتح يوه. ايه لسه ما ابتديناش، لسه ما بنقول يا هادي، لسه صباح الفل. مساء الخير يلا بينا. اهلا اهلا اهلا. اوكي اوكي انا فاكر كان هنا في ولاعه. ماشي عرفنا احنا الموضوع ده. هات الولاعه دي. ماشي خلاص بقى عرفنا. قد حات عرفنا والله عرفنا دي ولاعه. هات. لا فهمتوا بقى ان احنا مش لازم. ايوه هات السانيتي بيلز دي. ان احنا مش لازم طول الوقت مش مولعين الولاعه، عارف انت يعني ممكن. اوكي ما تفتح يا اسطى ربنا يبارك لك. ايوه مساء الخير. هل ده بيتفتح؟ ايوه بقى مشكله بقى اللعبه دي في مساله البيبان. يا عم افتح بقى. المشكلة ان انت بتعمل ليفت كليك فيروح واخد دواء. مش عارف رايت كليك يروح مولع الولاعة. طب انا مش عايز اعمل دول. في حد هنا؟ في حد هنا؟ اوكي. طيب. باب بيتفتح اهو. مساء الخير. مساء الخير يا اخوانا. ايه الاخبار؟ ايوه تحريك. اوكي ده انت هراي ده بيهري. ايه ده؟ ما علينا.
طيب احنا فتحنا الباب ده، مش نفتح الباب ده كده يمكن فيها يكون اي حاجة. ايوه ايوه مساء الخير، ما جيناش هنا قبل كده. ايه ده؟ ده كنز، وانا باخد كنز ليه؟ ما علينا. هي بس الكنترولز بتاعتها مفتاح. يلا بينا، عصرت المفتاح مرفق بيه رمز كهربا. يلا بينا، مساء الخير. الو، خزنة. اوكي، انه مقفل يوجد ما يدل على على المفتاح القادر على فتحه. طيب ماشي، مفيش مشكلة. في حد هنا؟ مفيش اي حاجة. بص انا المرة دي جاي وحالف. حطهم في الشنطة يا سمعة، حطهم في الشنطة يا سمعة حبيب قلبي. ايوه مساء الخير. ما اللعبه جميله يا اخوان، الدنيا كانت ظريفه. ما احنا كنا اخر مره ايه اللي كان بيحصل؟ الو، يبقى الفكره ان احنا اوكي دبدوب. ما علينا، ايوه ماشي ماشي، انا معاك. في حاجة هنا؟ اوكي، احنا تقريبا فتحنا البيت كله على بعض. طيب تعال ننزل تحت، احنا كده كده معانا مفتاح. معرفش بس المفتاح اوكي. اوكي هقول لك على حاجة. ويت، هل المفتاح اللي معانا يفتح ده؟ لا ما يفتحش. هو المفتاح بتاع ده تقريبا، بص ويت، هو كان كاتب هنا مره. ايه 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 يا اسطى؟ ماشي، هو قايل ان المفتاح بتاع البتاعه دي في الرساله دي. ويت نشوفها ازاي. معاينه ايه؟ بقول لك لوكن فور ذا جراج كي. المفتاح بتاع الجراج هو المفروض ان هو موجود في بطلون جينز، موجود في الغرفة اللي هي بتاعت المغسلة في الغسيل. ماشي. ايه يا رجالة، صباح الفل يا ريس. في مفتاح كده كنا احنا جبناه كان جامد جدا، عارف اللي هو ايه، معاه في أي حاجة. هل في أي حاجة هنا؟ ده يفتح؟ هذا الغرض عاقل. عقلي عالق. ماشي. فتح، يلا بينا. افتح بقى، افتح بقى. مفيش باب بيفتح لبره، مفيش باب في الدنيا بيفتح لبره. مساء الخير يا عم، انت اللي بتاخد سنتي. ما علينا. ايه 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 يا اسطى، ربنا يبارك لك. ادي، انا مش عايز كنز، والله العظيم عايز كنز. ايوه هات الولاعة. مصر مصر. وات؟ ويت، مفتحش حبيب قلبي يا اسطى. يلا 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 بقى. افتح بقى. ايوه افتح بقى، افتح بقى، افتح بقى، ربنا يبارك لك. اوكي. دي جديدة. امسك نفسك يا سمعة. لا ما تقلقش. ايه ده، ضحى لسه موجودة؟ اعصابي اعصابي مش هستنى. مش اللي بيخاف يطلع بره. ايه اللي بيخاف ويت يا اسطى، ربنا يبارك لك. مفتاح اهو، مفتاح اهو، عصرت على مفتاح القابو. سهله، نايس.
اوكي ماشي، انا ممكن نخش المكان ده بس من اوكي من باب تاني. اوكي هل في اي حاجه هنا طيب ولا ايه ده؟ ده كده بيعمل ايه؟ مفتاح القبو. انا معايا يا اسطى، يا اسطى انا معايا مفتاح القبو. ايه ايه اطفي الولع، اطفي الولع، اطفي الولع، اطفي اطفي الولع. ايوه انا مشكلتي مع البيبان في اللعبه دي يمكن اكتر حاجه كارهها. ليفت اهو اهو، افتح بقى اهو اهو اهو. ولا استنى، ما يمكن ابدل البتاعه دي. اوكي طيب ده حالف طلاق ثلاثة ما يعمل. اوكي ولا افتح يا طيب ثانية واحدة، أنا عايز أقول لكم إن أنا حتى جربت. أيوه أهي افتح افتح، أزقك طيب بكتفي طيب. أنا جربت إن أنا ألعب بالكنترولر حتى عشان الهاري ده، لقيت الكنترولر مش شغال. ولا يلا يا، إحنا أصلا أوريدي فاتحين الباب على فكرة لبره والله. أوكي طيب إحنا بنحاول، ما المشكلة أنا بحاول. أيوه ربنا يبارك لك يا عم. اوبا ولاعة، نايس نايس تاتش. اوكي طيب ده تقريبا المفتاح. انا حاسس ان احنا المره دي عاملين حد زيت الباب. ايوه ايوه اوكي ربنا يبارك لك. ايه يا رجاله صباح الفل يا ريس. في صوت حاجة تحس ان انا بدوس على دبدوب تقريبا، حاجة زي كده. نعلي الصوت شوية ولا نعمل ايه؟ ايوه ده مايكروويف ولا تلفزيون ميكس تقريبا، حاجة زي كده. لم يعد مفيدا بعد الان. هو ايه ده اللي يعد مين ده؟ مين ده اللي يعد مفيدا بعد الان؟ ولا اظبط يا ايوه ايوه ربنا يبارك لك. انا حاسس ان احنا بنعمل بروجريس، حاسس ان احنا بصوا انا هقول لكم على حاجه، خلينا فاتحين الادراج. ايوه لا انت ايه مشكلتك مع الراديو؟ خلاص اوكي طيب. ايه ده؟ اوكي طيب اوه كابو كابو. اوكي بعز الكابو جدا. نفس البتاعة، زق الكرسي. يلا بقى. ضحى لسه موجودة؟ ايه ده ضحى لسه موجودة؟ اه يا ضحى عاملة ايه؟ اوبا احنا تقريبا خلاص، هو تقريبا احنا كنا بنفتح الباب بنفتح البتاع كله على بعضه تقريبا عشان يعمل طيار. ماشي. اه بيفتح لجوه. اه اللندري اهي حبيب قلبي يا اسطى. هو كان قايل اصلا ان مفتاح بتاع الجراج موجود في البنطلون الجينز. صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي. تلاوش تلاوش النهارده يوم الغسيل العالمي. اهلا بكل الناس اللي موجودين يا اخوانا، يا رب تكونوا مرعوبين، يا رب تكونوا مبسوطين معانا في هذا الاستريم الغريب. النهارده ليله مرعبه تمام. جراج يلا بينا. مش فاتح دلوقتي. اوكي انا مش فاتح دواليب تاني. نروح على الجراج. اه استنى استنى يا عم ويت، كان في بتاع ظهرت هنا تقريبا كنا عايزين نبص عليها. ايوه ايوه مساء الخير مساء الخير. تلوش 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 زي ما انت زي ما انت زي ما انت. ماشي هو ده اخر مره لما احنا بصينا على البتاع ولقينا الكرسي
ده المفروض ان هو تقريبا في الاتيك، اللي هي تقريبا الحته اللي فوق دي، واللي هي دي تقريبا احنا محتاجين، وفي حد فوق تقريبا حاجه زي كده، محتاجين حاجه عشان نوصل لها. بس هو بيقول لي هنا ان تقريبا انا ما اقدرش المقبض بعيد عن متناولك. زي ما انت اثبت كله يمسك في ايد اخوه، عارف انت يعني. واه 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 واه. في حد ورايا؟ حد كان ماشي ورايا تقريبا. في حد رمى حاجة؟ أنا ممكن أنزل على الجراج على طول. إيه؟ إيه يا اسطى؟ إيه يا اسطى؟ ربنا يبارك لك. ويت. يا اللعبة؟ اللعبة عارف أنت اللي هو إيه الجو؟ إيه ده؟ أوكي. هل ده الجراج؟ مفتاح الجراج؟ حبيب قلبي يلا بينا. ده بتاع إيه؟ افتح بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ اوكي طيب. ده بينزل لتحت. اوكي. او نفتح النور. ماشي، انا تقريبا فتحت البيت كله على بعض. تقريبا. ها لمبة لمبة مجموعة لمبات. ايوه مش خليني ماسك اللمبة دي. ماشي احنا عارفين هنا ان في كذا لمبة، فممكن نبقى ناخد ايه 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 يا اسطى؟ ايه يا اسطى؟ ربنا يبارك لك. انا هروح على الجراج، يمكن الجراج يكون فيه حاجة. سوري معلش. اوكي ايوه ايوه ده لفال عربيه المدام، لفال اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. اوكي هل في اي حاجه هنا؟ طيب القائمة ال في أي حاجة هنا؟ بس الجرافيكس جامد يا اخوانا. ايه 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 ولاعة. اوه اوكي ماشي، في ولاعة هنا وفي لومط، فاحنا ممكن نبقى نرجع للبتاعة دي تاني. سنتي قلت تقريبا. سوما يركب العربية؟ لا مش دي، استنى بس استنى. طب الحمد لله افتكرت السنتي بتاعتنا تدوت قلت. اوكي في لمبة عايزة تتغير طيب ولا اي حاجة؟ اقول لك على حاجه. ويت مفيش اي حاجه هنا. ماشي في حاجه باينه في الازاز ولا حاجه؟ اقول لك على حاجه. ويت ايه ايه يا ايه ده؟ اوكي طب ده كان عامل ايه؟ شكرا على السبسكرايب واهلا بيك. بقول لك المرايه تظهر غرفه في المنزل، كسبنا صلاه النبي. ماشي انا عايز اطلع فوق هنا. ما تفتح دي وخليك جدع. طب ماشي احنا عايزين بتاعه دي، عايزين البتاعه دي، عايزين البتاعة دي اللي احنا نفتح بيها البتاعة عشان نطلع فوق. اوكي
اوكي. في اي حاجه هنا؟ مفيش اي حاجه هنا. هل في اي حاجه في الدولاب؟ افتح الدولاب. اوكي ماشي. في حد اتكلم ولا اي حاجه؟ في حد عمل اي حاجه؟ ويك كده. طب الشخص اللي هو كان ظاهر ده، فاكرين في شخص كده ظهر لنا تمام وبعدين اختفى، فين الشخص ده؟ هو حلف طلاق تاتا يشغل الولاعة، لا يمكن استخدام هذا الغرض. ماشي ده عالق، هل يفتح؟ ينفع افتحه؟ طب استنى، طيب الباب ده متعلق. اجري عليه وخده بالحضن اول ما يطلع تاني. اوكي هو تقريبا احنا يعني في حاجه احنا ما عملناهاش. اقول لك على حاجه، ويت. انت خدت اللي هو خد، المفروض اللي هو خدنا المفتاح اللي كان هنا، لا يمكن استخدام هذا الغرض. ماشي مفيش مشكله مفيش مشكله. هل ده هنا في اي حاجه؟ لا مفيش اي حاجه. وده الميكروويف اللي احنا فاكرينه تلفزيون. ايه يا اسطى انا هنزلك كده؟ اه دي جديده. ايه 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 الو. الباب ده اتقفل، الباب ده اتقفل، الباب ده اتقفل. ماشي ماشي مفيش مشكله، سهله 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 سهلة. ادام حاجة حصلت يبقى احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح. ماشي مفيش اي مفتاح من المفاتيح اللي معانا بتفتح البتاعة دي. اوكي ايوه عديني بقى، ربنا يبارك لك. ايه ده جديد المكان ده؟ مش عايز استخدم الولاعة كتير. ايه ايه يا اسطى ايه ايه؟ ماشي احنا على الاقل اكتفنا حاجه، في حاجه حصلت كده احنا ماشيين يعتبر صح. هل في حاجه هنا ولا انا يا رجاله يا ريس؟ ايوه افتح لي بقى كده. ده ده الحمام. لا ده بيت تاني يعني ولا ايه؟ الو مفتاح القابو يا اسطى. انت جيت حبيب قلبي، معايا 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 مفاتيح تكفيني لحد اخر جيم. فين بقى العلقة؟ مفتاح الجراج سهلة. بص انا معايا. اوكي ايه يا رجالة، صباح الفل يا ريس، صلاة النبي أحسن. ايه ده؟ هو أنا كنت جاي من هنا، جيت من هنا؟ اوكي أنا تقريبا خلينا البيت كله ينفذ على بعضه تقريبا، هي دي كانت المهمة بتاعي. شكرا يا جماعة، احنا كده خلاص ميشن كومبليتش، خلاص ظبطنا الليلة. أنا كنت جاي من هنا. ويت أنا تهت. ايوه استنى استنى، طب استنى لما نرجع مثلا نفتح الباب اللي هو اتقفل علينا، قال لي ممكن يعمل حاجه ياكتف لنا حاجه مثلا. ها ايوه يبدو ان هذا الغرض لا يعمل. حبيب قلبي يا اسطى ربنا يبارك لك. افتح لي يا اسطى البتاعه دي. ايوه البتاعه. اوكي انا ممكن هنا ماشي. ده غرفة التخزين، ده المكان اللي احنا مثلا لو حابين نخزن الحاجات اللي معانا ممكن نخزنها هنا. ماشي فكرني ان انا بلعب ريزيدنت ايفل اوي. اوكي مساء الخير. بص الافكت بتاع المشمع دوت لما بمشي عليه تحس ان انت بتدوس على دبدوب. افتح ده ولعلي بقى النور ده كده. ها فرجني جمال خطوتك، انا كنت جاي منين؟ فين المكان اللي هو قفل تقريبا هنا صح؟
اللي هو لما احنا نزلنا تقريبا راح هو قافل البتاع علينا تقريبا، والله اعلم. ايه ده يا اسطى؟ افتح افتح، احنا ما مفيش اكتر من المفاتيح معانا. انا تقريبا نفذت البيت كله على بعضه. حلو البيت كده. طب استنى اقول لك على حاجه، ده بيفتح لبره صح؟ ده اللي احنا كل مره بنحتاس فيه. اوكي ايوه، ده اللي كان قفل. اوكي ماشي زي الفل. يلا بقى اهبدني بقى، ابدا اشتغل معايا بقى. هل البتاعه دي ممكن تفتحها تاني؟ مش حالف طلاق ثلاثه. طب اولع لك في البتاعه دي. ويت، فين الراجل الطيب؟ ايه اوكي، عند اللمط، عند اللمط. ده واحد كان فاضي كان عايز ينتقم من المهندس المدني اللي عمل التصميم ده. اه بالظبط، اه الباب كله يتوه، البيت كله يتوه. مين المعماري اللي عمل البتاعه دي؟ ماله ماله حضرتك؟ لا تصميم جميل، عاجبني الدهاليز اللي فيه. يا عم افتح النور ده، هل في اي حاجه هنا؟ يبدو ان هذا الغرض لا يعمل. حبيب قلبي يا اسطى ربنا يبارك لك. انا مش موجود في المرايه، انا شبح. بس نوعا ما عملنا بروجريس يعني، اخر مره احنا قعدنا الموضوع ده لحد ما وصلنا للهري دوت في ساعه ونص. سانيتي بيلز هات، حلوه دي. اوكي في سانيتي، يبقى خليكم فاكرين ان في سانيتي بيلز هنا في الاوضه دي. اسماعيل بص على الكومنت ده، عبد الرحمن يشارك معانا هذه ال، بتقول يا عبد الرحمن في زي او كرسي هتاخده معاك في الانفنتوري وتحطه تطلع؟ لا تقريبا لا، مش كرسي. ها بيتوتو ايه يا عبد الرحمن؟ الراجل الطيب اهو يا عبد الرحمن، واحنا قاعدين بندور عليه اصلا بقالنا سنه عاملين بندور عليه. اهو اهو خد يا اسطى. طب الحلقه اللي فاتت على فكره واحنا بندور عليك، يلا بينا حبيب قلبي حبيب قلبي. هلا والله هلا والله. رحمن ما بتكتب. اوكي خلاص خلاص خلاص، والنبي عرفت خلاص. ايوه اهي ادي. مين الست اللي على الشمال دي؟ فكرني بالمسرحيه بتاعت سمير غانم اللي هو الراجل اللي كان متصور في المتزوجون، الراجل اللي كان باصص فوق. لا هو يا عم انت باصص فين يا عم؟ ضحى هربت باي. تقريبا هي دي اللي احنا هنفتح بيها ولع في الشبح بيت قداحه. بيت قداحه ولع ويت قداحه، الاثنين مش راكبين مع بعض. نروح بقى نفتح البتاع الشبح ينزل، عارف انت في بقنا نريح على طول. اسوق معاه زياد عامل ايه؟ انضم الى الاخوه، انضم مع الاولاد، الاولاد كلهم مت. ايه يا اسطى ايه يا اسطى ربنا يبارك لك. يلا بينا بقى يا اسطى، ثانيه واحده حبيب قلبي انا جاي لك. يلا بينا روح عند اللومه دي. ايه يا محمد؟ عم انت بتروج اشاعات على فكره. اللومه دي دلوقتي ايه ايه ايه؟ ولا ولا انا معايا ولاعه. اه هي فين الحته اللي احنا كنا فين فين؟ اهو اهو الكرسي اهو. ها ازيك يا مودي عامل ايه؟ حبيبي يا مودي بتاع ده بيتكسر. طيب تفاعل
انه كرسي هزاز قديم حبيب قلبي يا اسطى، ربنا يبارك لك. اللعبة بدأت تحلو. اسماعيل هترفع اللعبة دي على اليوتيوب؟ اه ما انا ايوه، ما انا ما رضيتش انزل الجزء الاولاني اللي احنا عملناه، اللي احنا قعدنا ننيل فيه دوت، تمام، عشان الهاري اللي كان حاصل عصرته على خوف. مش ممكن على المعلومات. في حد في المراية طيب ولا انا مش موجود؟ انا اساسا شبح. يبدو انه يوجد شيء مفقود. حبيب قلبي يا اسطى خد اهو. ايه استنى، ايه ده، ايه ده، صلي على النبي، صلي على النبي، ربنا يبارك لك. ايه وين بقى، وين بقى، وين بقى، كل شويه بقى عايز تولع اللمبه والدنيا مش شغاله. ايه ده، مش حد جوه؟ طب استنى كده، هل ينفع ننزل دي؟ ينفعش. طب دي طيب، دي طيب، دي طيب، دي طيب، دي طيب. بقول لك انهاء المعاينة مشاهدة. طيب ده ايه العفريت ده؟ هل في حاجة طيب نتفاعل معاها؟ تسجيل طيب اهو. اوكي احنا ممكن نشغل الأغراض الأساسية التي يمكن استخدامها إلى ما لا نهاية، يمكن تخزينها في عالم اللعبة. كون شديد الملاحظة في محيطك للعثور على أماكن التخزين تلك. حبيب قلبي ماشي، هل ينفع نشغله؟ يمكن استخدام هذا الجهاز للاستماع يا حبيب، مش ممكن على المعلومات. يلا بقى. Dolores's symptoms are aggravating. Doctors tell me it's become very hard to pinpoint the exact disorder. They tell me she's got symptoms. لازم اقف جنب البتاع عشان اسمع. Bipolar disorder, psychosis, dementia. تلوش تلوش، احنا هنخلص المرحلة دي. ايه ده؟ هو ايه الشخابيط دي؟ هي ده الشخابيط دي ظهرت؟ كمل انت، كمل كمل، ما تقلقش. المفروض دي حاجة تظهر هنا على فكرة في الوش ده، المفروض يعني المطور بتاع اللعبة في حاجة هنا تظهر لي. هو ايه المفتاح ل بيتها الداخلي؟ ايه سكاي ريم؟ من ضمن الذكريات ابص عليها. حاضر. ما تقوليش ان هي عامله زي، قول معايا، سولز، لعبه سولز وبتاع. اللي بيخاف يطلع بره. اللي بيخاف ضحى. ضحى باي. اخوانا احتمال، ها ها خلي بالك، ماشي، اللي معاه السماعه يقلع السماعه، اللي معاه ها يقرا ضحى. ال يا اسطى معايا ايه ده، مش شغاله؟ استنى بس، استنى بس افهمك، افهمك. ايوه معايا ولاعه اخرى، الولاعة مش شغالة أصلا. ما أنا جاي، أنا جاي، أنا جاي، أنا جاي. إيه إيه إيه، أنتوا شايفين حاجة عندكم عشان أنا مش شايف. ألو هل أوه وقع العقلية يا اسطى، بتتكلم في ايه؟ خدها سهلة. الحتة اللي فاتت دي كانت جامدة على فكرة. لا ما تتحركش، انا ضارب سانيتي بيلز. هنستهب ولا 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 سانيتي بيلز اهي 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 سانيتي بيلز. بص بص اهي 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 بص 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 اهي. ايه ده، دم
حبيب قلبي. ضحى خلعت. ليتس جو. اللعبة جامدة جدا. يعني ال- ال- الرعب دوت مش هيحس بيه الا الناس اللي بتلعب رعب قوي، فعارف انت هتستمتع بيه. عارف انت زي ما انا هستمتع دلوقتي. ايه ده في ايه؟ مش رعب قوي اللي انا ممكن اوبا. ليتس جو يا اسطى، يلا بينا. انا ما بتهددش. فكرني في فيلم زارينج قوي، ساعه ما الست طلعت من البنت طلعت من قبو. اوهو ليتس جو. طب ديلي اليدين. ضغط متواصل اسقاط. لا مش عايز. في حد هنا؟ اوكي. واحد بيوندر في الاجواء، عارف انت. جميل جدا. وات العمايل الغريب. ده الموضوع جميل جدا. الو ايه ده؟ اوكي في ناس بتظهر في المرايات. ها يا جدعان اللعبة جامدة. الو حد هيظهر تاني؟ طيب انا فين؟ انا فين طيب من هذه الاجواء؟ هي ايه دولوريس دي؟ شنقت نفسها ولا ايه؟ المراية دي مثلا بتحكي حاجة؟ الجو جامد يا جماعة. يعني لو انت عايز تستمتع باللعبة دي حط سماعة على ودنك. لو انت يعني ليك في العاب الرعب، لا انت مالكش في العاب الرعب، لا بلاش، حط سماعة على ودنك. هل ينفع نتفاعل؟ يا عم انت يا اسطى، يا اسطى اللي بتضرب حاجات. بقول لك ايه، انا مسكك اللمبة. اسوس مسكها. لا لا مسكها. لا يمكن استخدام هذا الغاء. اه مساء الخير يا رعلا. اولع في البتاع طيب ولا ايه؟ لا يضيء. اوكي هي القضاحة اللي قضاحة ايه؟ الولاعة اللي معانا مش شغالة. طيب ماشي. اوكي طيب مفيش حد ورا المراية اصلا. هي تقريبا المراية بتحكي قصة تقريبا، حاجة زي كده. في حد هيظهر تاني طيب؟ اه مساء الخير. اهلا اهلا اهلا. ايه اللي بيحصل؟ دوحة ايه ده لسه موجودة؟ خدت بس مش طيب. مشهد لسه موجود، الست دي لسه موجودة، هل هتتغير طيب؟ هل المفروض نعمل حاجة طيب ولا نتفاعل مع حاجة بحيث نغير اللي بيحصل ده؟ أيوه ضغط متواصل. لا مش عايز أعمل كده. نكسر المراية طيب؟ عشان نكسر المراية؟ نحذفها بالكنز؟ لا ما انا مش للدرجة دي، مش للدرجة دي، مش للدرجة دي. انا مش عايز الكنز اصلا. مش لل ولا بس. بس دي هتقول لنا حاجة طيب؟ هنكلمها طيب ولا ايه؟ طب اقول لك على حاجة، نلف عكسي. يمكن دي مثلا وليكن روح عند المرايه اللي فيها شبح وبص وراك. اوكي شكرا للمعلومه.
شكرا معلومة يا بسام حبيب قلبي. اللي فيها الشبح بص ورايا والنبي. احنا رجعنا عكسي. طب استنى خلينا، هل هذا الشبح ولا الشبح التاني؟ عشان في واحد ظهر. ايه يا عم ده؟ اللمبه اللي معايا والله احنا كنا واخدينها كنا هنصلح لومات، هي جت معانا كده، هي ملهاش لازمه يعني، هي موجوده بس معايا، يمكن لمبه تعطل ولا اي حاجه هنشغلها ما تقلقش. الموضوع بدا يتطور وانا مبسوط جدا، انا موقعي هذا وانا مبسوط جدا. باي. انا مش معايا حد والله يا حاج، والله لازم اديك اديك ابنك ليه؟ انا مش معايا حد. مين الست دي؟ النور لا يضيء. طب ادخل لها طيب ولا ايه؟ اطفي النور. ثانية يا حاج، استني 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 بس انا والله اوكي. طيب افتح النور ده. ما يفتحش؟ هل ينفع نفتح الباب؟ آه دي الأوضة اللي هي فيها الشمع، اللي هو قال لي أصلا هتبقى القصة هيحصل فيها بروجريس. ده دولاب، ده دولاب صح؟ أنتوا شايفين هنا دولاب؟ في هنا دولاب صح؟ أوكي ميت حبيب قلبي، خلينا نسيب الست الجميلة دي وافتح ده كده مالناش دعوة. أهي ما الدنيا جميلة أهي يا عم. ماشي أوكي يا عم، يلا يا عم. هي قالت جيب مي ماي تشايلد، طب انا اعمل ايه؟ هوبا يا اسطى ربنا يبارك لك. حبيب قلبي حبيب قلبي مالك بس اوفر اوي. جروج جروج لسه هنرغي عارف انت، يلا من المرايه. ثلاثة هركب العربية يا عم. اها سهلة. هبا هبا هو لحد دلوقتي هو بيحكي لنا القصة، بيحاول يفهمنا ايه اللي بيحصل بالظبط. انما القصة في صحيح. ايه عايز ايه؟ خلاص بقى. الناس اللي كانت بتسأل على جي تي اهو، العربية بتاعت جي تي، عربية المدام جات لنا اهو. ما تقوليش ان احنا ناخد المطرقة ونقعد نكسر ال المرايات. ده هيبقى الموضوع جامد جدا. في باب الجراج خدها عشان نكسر الإزاز. ماشي ماشي يا ساره. ايه؟ ما مش حاجة. اوكي طب نطلع نطلع بقى. نطلع بقى. نطلع بقى. اقفل 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 بقى خلاص بقى خلاص بقى اقفل بقى خلاص بقى. تفاعل؟ لا هرجع لك هرجع لك. انا بس عايز اشوف كده ان احنا ممكن نضرب المراية. ايه 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 استنى بس لو في جامب سكير احضرها والنبي.
هو انا جاي من هنا ولا جاي؟ وان جامب سكير ات ا تايم. لاجيلك لاروح للمراية. هجيلك يلا. ايه اللي بيخاف يطلع بره؟ حبيب قلبي يا اسطى يا جدعان، اللعبة جامدة والله العظيم، اللعبة جامدة. كرسي عندي بيزيق. ما علينا. اوكي تعال. هي البيبان بقت اوكي طيب ماشي. هو قفل البيبان. انا عايز اجرب حاجة هنا، في دخلة هنا ممكن اخشها. ويت تعال تعال. هل ينفع عليك الامساك بكلتا بكلتا اليدين؟ طيب انا عايز فحص فحص التقاط تدوير. انا عايز ارمي دي، ارميها ازاي؟ طب خلاص استنى يا اسطى، استنى يا اسطى، استنى يا اسطى، انا عايز ارمي البتاع. ارميها بقى، ارميها عشان انا مش عايزها. اوكي ايوه مش عارف، كنا بندوس اف تقريبا. ايوه ايوه هي دي بقى. بس كده هجيلك 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 هجيلك، ما تقلقش تقلقش. مين المعماري اللي عمل البيت ده؟ الراجل ده جامد جدا. الراجل المعماري اللي عمل البيت ده جامد جدا بأمانة. البيت فيه كل حاجة تقريبا، فيه ملاهي وفيه رعد، فيه كل حاجة. بقول لك ايه، ده فيها سبرنت. اللعبه فيها سبرنت. الو جامد يا جدعان، اوعى الانسبشن يا ابو عمو. اوبا مرايه، بعز المرايات. مطرقه خلاص، مطرقة مراية 100 مطرقة. يلا بينا. نفتح ال فتحته بس عشان ينور لي شوية. نو مقفل ولا يوجد مفتاح. وايه اوكي مش باين. واحنا كنا جايين من هنا يا اخوانا، كنا الو خلاص 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 يا عم انت خلاص. احنا بنتكلم بناخد اتشيفمنت تقريبا حاجه. ايوه خلاص يلا خلاص يا، عايزين بس ناخد الاتشيفمنت دي خلاص. ايه ده سانيتي بيلز، بعايز السانيتي بيلز جدا. اوكي وانا استفسار، وانا انا كنت جاي من هنا عشان اتوه. انا كنت جاي من هنا صح؟ صح انا كنت جاي من هنا. الو اوكي الو فين الاف ام؟ ايه اف ام؟ يا دي النيله السوداء. اوكي ارمي الكنزايه. ايوه بس كده. ايوه بس كده، خلي بس المطرقة معانا. ثانية واحدة ثانية واحدة
ثانية واحدة. ايه يا عم الجو ده؟ جيب يا ابني الجي بي اس. انا تهت. ما هتنزل؟ ما تقولش اوعى. ولا خلاص يا ولا هو انا عدت الموضوع تاني ولا ايه؟ ايه ده في شمعة في الهوا؟ شمعة هو مصدر انارة؟ انا عملت ايه؟ اوكي ايه ده؟ ايه يا رجالة؟ صباح الفل يا ريس. طبعا ال ما تقولش ان احنا بنعيد البتاع تاني. الو طب انا هقول لك على حاجة. ويت ايه ده؟ هات الولاعة يا عم. سانيتي بيلز. طب ويت 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 ممكن بس اسيف البتاعة دي في حتة. ويت ايوه خلوا بس الولاعة دي دوت اللمبة. ويت كده ايوه اوكي في جليتش دلوقتي. ايوه اللمبه وقعت اهي. اوكي ايه ده؟ انا مش عايز اولع الولاعه. يلا اوكي انا معايا كذا ولاعه. الو انا الموضوع بينهار مني. طب انا ماشي انا هسيب حاجتي هنا. هسيب الحاجه هنا. اوكي طب اقول لك على حاجه. وقع الولاعه. وقع الولاعه يلا اوكي. تحتاج لي كلتا اليدين. طب انا بعمل بسوايب. يا اوكي حصل جليتش. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده الله 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 ولا حصل جليتش. اوكي اوكي خلاص بقى خلاص خلاص. حاجات عماله بتترمي مني. الو اوكي تعرف اوكي تعرف اوكي ايوه استنى اقول لك على حاجه. امي حفظ اللعبه. ايوه حفظ هنا بعد اذنك لو سمحت. قبول عشان بس لو اضطرينا ان احنا نرسترها ولا حاجه. في حاجات عماله بتترمي. ولا جليتشات. يا ايه ده؟ الله اتخيل انت الاشباح معديه دلوقتي. عارف انت ولاية الحاجات دي عماله بتقع مني. عارف انت سيبوه هو ما ترسلوش اكتر من كده. سيبوه هو كويس. هو مش محتاج ان احنا نرعبه. هو جاي مرعوب جاهز. بص انا بحاول احط الولاعه في ايدي عشان اوقع واحده منهم بحيث ان انا اخلي اللمبه دي ما عليها اخلي البتاعه دي معايا. اوكي يخرب بس بس انا اتفاعل مع اللي ده. اصلا هي ظهرت وانا عمال ارمي البتاع اللي هو ايه. معلش اصل انا مش فاضي. في جليتشات عندنا هنا. لمبه شمعه ولاعه. لمبه شمعه ولاعه. خلاص بقى خلاص بقى والله بقى. الحاجات اللي انت عمال بترميها دي. عارف والان مع اسماعيل وفقره الساحر الجميله جدا مع دخوله هينه الاشباح تقريبا حاجه زي كده. دي جديده
عليك الامساك بهذا الغرض بكلتا اليدين. يا عم خلاص بقى، خلاص بقى يا عم. هقول لكم على حاجه، حفظ اللعبه تاني قبول ماشي، وخليني مثلا خروج للقائمه الرئيسيه مثلا. يا رب بس والنبي اخوانا، لو انا خرجت تقريبا هيبقى مفيش مشكله وارجع تاني اكمل اعمل متابعه صح، عشان واضح ان انا في الجليتش ده. بصوا انا حرفيا تحس ان انا جاي من السيرك القومي. معلش يا جماعه بس انا مستعجل، بس عندي شو ايه ده، في ايه؟ ايه ده؟ مش واضح خالص وانا داخل بالاشباح على ال هاي هاي يا حبيبي، عامل ايه؟ ايه ده؟ هي كوين موجوده؟ ايه اللعبه اللي شكلها حقيقي؟ مش عايز اقول لك الموضوع فظيع قوي. لسه ما شفتيش الحاجات اللي عماله بتطلع ده، غير ان احنا عاملين جليتشات اصلا، بتاع ماسك في حاجات وعمال فاكر نفسه في السيرك القومي. خلاص خلاص، ولا خلاص بقى، خلاص بقى، خلاص خلاص بقى، خلاص بالنعمة اهو. اف اهو، ايوه اس هقول لك. ويت، انا رميتها، هات بقى. الحمد لله يا عم. تعال لا ما تقولش، لا لا هنعيد البدايه دي تاني. الو يلا بينا، يلا بينا. واضح ان انا كنت المفروض اعمل حاجه هناك. بسرعه بسرعه بسرعه، جو 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 جو. شوف وعامل سبرنت وانا بجري بظهر الورق. اسمها فيزج تقريبا، حاجه زي كده، اف اي اس اي جي اي، حاجه كده جامده جدا، مرعبه مش مفهومه ومليانه جليتشات، حاجه تحفه يعني. لا انت ما شفتيش الموضوع من الاول، كان عامل ايه؟ لا مرايه، لا احنا ويت، افتح لي النور ده، افتح لي النور ده عشان نشوف ايه اللي بيحصل بالظبط، لان كان في مرايه هنا. مراية، ايوه المراية، هي دي هي دي المراية اللي كنت بدور عليها. انا طالع لك، ليتس جو. مطول اللي شافك بيعمل كده. حتة جديدة، ليتس جو. انت يا اسطى اللي عمال بتكسر في الحاجه، خلاص بقى تفاعل يا تافه يا تافه. ارمي البتاعه دي، هقعد على الكرسي. طيب بقول لك ايه، واضح بوصله انها عالقه، يمكن خلعها على الاغلب باستخدام اداه مناسبه. يا اسطى لا يمكن استخدام هذا الغرض، والنبي فاشا. بقول لكم احنا تقريبا عاملين جليتش يا اخوانا، لان انا اصلا تقريبا صوت صوت العربيه عمالي بيعمل صوت البتاع دوت عمالي بيعمل اللي هو في حته تانية ملهاش علاقه بينا. سيف حفظ اللعبه. اوكي ويك كده، خليني ارجع خروجه الى القائمه الرئيسيه. كوين انا، ايوه ايوه استمر، خلينا نرجع تاني. غالبا غالبا احنا عملنا جليتش، والجليتش دوت تقريبا هو ده الصعيب قوي اللي بتاع اللي داخلين عمالين بنعمل كده، هتحس ان انت داخل من السيرك القومي.
لو بص حضرتك الجامب سكير دي واخد بالك انت؟ ايوه ايوه نايس جامب سكير. ايوه اهي ايوه الحمد لله. خلاص بقى خلاص خلاص ما تكسر يا اسطى الازاز يا اسطى. عليك خد الايه. انا خايف اخد الله يا ده اللمبه وسنين اللمبه. هات الولاعه. فين الولاعه يالا؟ ولا الولاعه فين يا معايا ولاعه الحمد لله. اوكي بقول لك ارمي اللمبه دي مش عايز اللمبه. ماشي ماشي ماشي. هل في حاجه ممكن نتفاعل معاها هنا؟ هو حالف طلاق ثلاثة يضرب البتاع بالبتاع دوت بالهامر. بقول لك ايه؟ ها؟ اوكي ماشي. ارمي دي. هو ده الكرسي اللي هو كان موجود في الاتيك صح؟ ما ينفعش اتفاعل معاه. وهنا قال لك دي متعلقة. طيب. بقول لي لو لقيت أداة مناسبة مناسبة. فين الأداة المناسبة دي؟ اوكي ثانية واحدة هجيلك هجيلك ما تقلقش هشوف لك أداة مناسبة. طب انا معايا البتاع اللي بترفع البتاع ده. العربية مش العربية مش جليتش. ربنا يبارك لك يا ابني والله العظيم شكرا على هذه المعلومة الجميلة جدا. ماشي احنا لو دخلنا هنا هنرجع تاني لنفس البيت وانا مش عايز ارجع لنفس البيت دي تقريبا. هو حالف طلاق ثلاثة عارف انت يكسر اي حاجة. طيب خليني ادور على حاجة طفاشة مثلا وليكن عارف انت ان احنا نعمل بيها الشباك دوت. حد عنده معلومة طفاشة؟ ايه؟ والله يا حاج انا اسف والله لازم ان انا جيت هنا معلش. ده انا غلطان والله. اجيلك في وقت تاني بقى معلش. وضع ان هو وقت غدا. اهي دي تيب. سوري معلش انا بفتش بس. ازيك يا حاج عامل ايه؟ What took you so long, George? مرايات. You know when tea time is and yet you always find a way to be late. Were you in your study room again, scribbling nonsense and talking to your recorder? I'm beginning to think you love your work more than me. I know you tire of me. Oh, yes. I know you'd have me gone in a heartbeat if you could. It's just fine. I'm sorry. I'm just tired. الفويس اكتنج جامد قوي. And fetch me some of my special tea. You know where it is. I'll wait here, George. حبيبة قلبي ممكن اخد المفتاح؟ اخد المفتاح. تي عصرت على المفتاح يحمل عبارة صندوق الشاي. حاجة معكيش طفاشة؟ طفاشة وانا لو قربت ايه؟ ما ينفعش؟ ما ينفعش اقرب صح؟ ولا سوري يا حاجة معلش 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 غريزة بس بتاعت ال اوكي ما علينا ما اوكي ايه ما ينفعش اخش هنا اوكي. واضح ان انا كنت لازم اكلم الحاجة دي وهنا طيب اوكي. حبيبة قلبي اجيلك بقى يا ماشي اوكي. جميلة اوي الست الحاجة. بعدين يا عم خلاص يا عم هم ربنا يبارك لك خلاص. اقول لك ايه اضرب الانبوبه افجر البيت شكرا انتهى الموضوع على كده. هو حالف طلاق ثلاثة اللي هو ياخد الكنز مش عايز كنز. ايه ده؟ ايه ايه ايه, إيه؟ انت يا حاجه اللي اوكي ماشي. القلش ده قلبي
طيب مش حاجة. انا ما فهمتش حاجة. هو ايه اللي حصل؟ ست غزتني في كليتي حتة اللي في الجنب كده عارف انت. خدي هو بس تقريبا عشان انا ضربتها بالهامر تقريبا حاجة زي ريت بقى انت تنتروش وعمل فيها روق. ايه ده مشيت اصلا. اوكي طب يا عم احنا عايزين طفاشة طفاشة. طيب البتاع لسه عمالي البتاع لسه عمالي بيتزمر. طيب انا هحاول اروح المكان بتاع مش رايح انا للست اللي بتدور على جو. ايه يا اسطى ربنا يبارك لك. افتح افتح بس افتح ده احنا لسه بنقول يا هادي. ايوه منين بقى منين من هنا من هنا. طيب طيب ايه ايه يا عم ايه ده لسه جايب ايه ده. طيب باي. ايه ما ينفعش انا عايز اخش الجراج. ده مش شغال عليك الامساك بالله. اوبا ويت اي فاوند ات. ارمي يلا البتاعه دي. يلا ما ينفعش امسك البتاعه دي. مش دي اللي احنا دي يعمل البتاع ولا ايه. الو انا الان جران صلى على النبي. بقول لكم ايه بقول لك وهنا اعزائي المشاهدين نلتقي في الحلقه القادمه باذن الله من برنامج مواقف وظرائف. طب الست المجنون يا عم انا طالع فوق. ما كانت الدنيا كانت ماشيه حلوه وسالكه وكنا قاعدين بن وكانت الدنيا كانت ظريفه وبتاع. يا عم انا عايز البوصله يا اخوانا. الناس اللي حد عنده هنت نجيب البوصله دي منين. البتاع اللي الاداه اللي بتشغلها دي بيقول لك انها عادقه يمكن خلعها على الاغلب باستخدام اداه مناسبه. لا شيء. ضحى هربت صح؟ روح الجراج نروح الجراج. شكرا بسام على المعلومه الجميله. نروح ازاي بقى؟ شكرا على المعلومه. ما ده اللي انا قايله على فكره. المفروض يبقى في حاجه هنا محطوطه لها علاقه ها؟ ما ينفعش؟ اوكي. من المرايه؟ شفت بقى جو بقى ال خفة الدم دي اللي هتجيب لكم بين. ويت 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 اي هاف ان ايديا انا هاف ان ايديا. اوكي اوكي في مراية. ويت ويت مراية ويتش مراية ويت. ايوه يا اسطى ربنا يبارك لك. ايوه المراية. بقول لك ايه باي.
تفادي الوقوف في الظلام ما بيفتحهاش دي. اوكي يا عم الست ايه، شفت الست كانت عامله ازاي؟ اه ويت ويت، ده انا هولع لكم النور. اوعى لا اوعى لا اوعى لا اوعى. اوعى لا ده انا هولع لكم النور يلا. ولا اظبط يا اظبط يلا مجنون يلا. ماشي انا عايز اولعها، انت ليه بتديني الشمعة؟ ان انا مش عايز، انا مش عايز الشمعة. انه موفر عيوك ده ما يدل على مفتاح القدر على فتحه. شكرا يا سيد الدوق. اوكي 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 معانا شريط، فين البتاع اللي احنا؟ اقول لك على حاجه، انا اصلا احنا اللي مولعين البتاع ده صح يا عم؟ يا لهوي، واحنا ولعنا نور اخوانا ولا احنا طفيناه؟ طفينا النور، طفينا النور صح؟ ويت بس ويت ويت افهمك. ايه اللعبه دي؟ المقعد اصبح الان مخزن في مخزن في ايه ده؟ عليه عليه ويت ويت ويت. اوكي 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 دي جديدة، دي جديدة. عايز ايه؟ عليك الامساك بكلتا يا حبيبي يلا بينا يا اسطى. ايه ايه يا اسطى؟ ايه ايه ايه؟ لا دي ما ينفعش انها تظهر، دي ما ينفعش انها تظهر دي. ما علينا ما علينا. هوب 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 فعلا بقول لكم ايه، ويت استنى عشان نكتشف اللي بيحصل، بس اكتشف بس ايه اللي بيحصل. لو ينفع ان انا ابينها اوكي، لو مش هينفع عارف. لا ما ينفعش ما ينفعش خالص والله والله ما ينفع والله والله. لو مين والله لو مين يخرب بيت. الحمد لله الحمد لله، عودنا يا اخوانا. معلش معلش هوب 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 هوب. سوري معلش، بس كان في واحدة ما ينفعش تبقى موجودة على اليوتيوب. ولا ولا اظبط يوه. اوكي رب، لا يمكن التخزين يا عم، ارميها اهو مش عايزها. واحنا كده تقريبا ماشيين صح يا اخوانا، ده ما عملنا الحركه دي. طب اقول لك على حاجه، ويت 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 استنى، يا الست كانت عماله بتخبط هنا بصراحه. اللي الست ليه ما ينفعش انها كانت تبقى ظاهره في الفيديو بصراحه. طيب هل ينفع؟ لا ايه، لا يستحسن استكشاف هذه المنطقه. ليه ليه يا عم؟ دي جميله.
دي جميلة المنطقة دي. اوكي طب ماشي. هو ويت اقول لك على حاجة. هو ماشي ادخل البتاع ده. انا بقيت قلقان من الست دي يا اخوانا. الست دي عملت معانا جلاشة تقريبا. انا السنتي في حتة تانية خالص. استنى عم. ولا السنتي يلا يخرب. استنى هقف اهو اهو هقف في النور. استنى هقف في النور. وانا ابتديت حلو قوي عارف انت. لا دي بتعمل اصوات بتعرف تغني وبتعمل كل حاجه واكروبات وبتقتل يعني متعدده المواهب بسم الله ما شاء الله. هو بس المشكله ان احنا اول ما العلامه بتاعت الدماغ دي بتتقلب بتبقى لونها احمر السنه بتاعتنا بتقل وهنبدا نسمع اصوات لطيفه. وهي هنا هي هنا بنخش. بقول لك ايه حفظ اللعبه. استنى فاهمك. استنى اهو استنى يا عم. خرب بيتك. اوكي مش طالع. يا سلام بقى الباب يتفتح كده عادي من غير ما انا امسك الباب. ولا اثبت يلا اثبت يلا اثبت يلا مجنون يلا. حاجه هنا عليك الامساك بهذا الغرض بكلت. صلى على النبي. يا نهار ابيض. بقول لك ايه دي الست دي. طب نلتقي الحلقه القادمه باذن الله. انا عايز اوقف لحد هنا يا اخوانا بعد اذنكم والنبي. انا بعد اذنكم معلش تمام. انا عشان كده سيفت بصراحه.